أهلا بكم إلى حلقة جديدة من تحت الضوء. ما هي التحديات التي تواجهها ثورة تشرين السلمية في العراق؟ ولماذا تواجه الهبة الشعبية العراقية بالقتل والبطش وإحراق الخيام؟ وكيف واجه ثوار تشرين محاولات اقتلاع ثورتهم وأفشلوها؟ نضع تحت الضوء هذه المحاور ونناقشها ونبحث في ثناياها لنبرز أهم التحديات التي تواجهها ثورة تشرين السلمية من أجل تحقيق أهدافها التي نادت بها، وأولها إسقاط النظام. نتابع هذا التقرير ثم نبدأ الحوار، كونوا معنا. تواجه ثورة تشرين منذ انطلاقها في الأول من تشرين الأول عام 2019 تحديات كبيرة تهدد استمرارها الساعية إلى إسقاط النظام بكل رموزه الفاسدة. وكان آخر هذه التحديات والتهديدات محاولة فض التظاهرات والاعتصامات في بغداد والمحافظات بشن هجوم للقوات الحكومية والميليشيات على المتظاهرين السلميين. شمل الهجوم ساحة التحرير وطريق محمد القاسم السريع وساحة الخلان ومنطقة السنك، فضلا عن المحافظات الأخرى التي أحرقت فيها خيم المتظاهرين، واستخدم الرصاص الحي وقنابل الغاز المحرمة لتفريقهم، ما أدى إلى استشهاد عدد من المتظاهرين وجرح آخرين برصاص القوات الحكومية والميليشيات بحسب وكالة رويترز. لكن تلك الهجمات على المتظاهرين لم تثنهم عن مواصلة الثورة حتى تحقيق أهدافها، فقد استعادت ساحة التحرير وسط بغداد زخمها مع وصول أعداد غفيرة من المتظاهرين إلى الساحة لمساندة المعتصمين فيها، والذين هتفوا مؤكدين مواصلة التظاهرات وعدم السكوت على فساد الطبقة السياسية وعبث ميليشياتها. الطريقة القمعية التي تعاملت بها القوات الحكومية وميليشياتها مع المتظاهرين لم تكن جديدة، فالطبقة السياسية المتمسكة بالسلطة لا تجيد سوى القمع والقتل مع من يهدد وجودها. ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت أدانت قتل القوات الحكومية المتظاهرين السلميين وصفة الخطوات لمساءلة المتورطين بقتلهم بالجوفاء، وأن عدد القتلى والجرحى مستمر في الارتفاع داعية إلى حماية المتظاهرين السلميين. من جانبها جددت منظمة العفو الدولية تأكيدها على أن السلطات الحكومية في العراق تمارس انتهاكات خطيرة وقمعا وقتلا وحشيا ضد المتظاهرين ضمن موجة مستمرة من التخويف والاعتقالات والتعذيب. وأشارت اللجنة المنظمة لثورة تشرين إلى أن العراقيين أفشلوا تظاهرات من يريد ركوب موجة الثورة، كما أكد ناشطون أن تظاهرات مقتدى الصدر وميليشيات الأحزاب في الجادرية ببغداد لا تمثل تظاهرات ثورة تشرين بحسب وكالة فرانس بريس. الميليشيات المدعومة إيرانياً والتي وصفها البنتاغون بأنها أكثر خطراً من داعش تحاول القضاء على ثورة تشرين بكل الطرق، لكن الثوار يؤكدون في كل مرة أنهم أكثر صموداً. فقد ذكر موقع ميدل إيست آي البريطاني أن الحكومة في العراق استخدمت كل الوسائل لإخضاع التظاهرات والإجهاز عليها لكنها فشلت، وأن المتظاهرين يؤكدون أنهم سوف يعودون إلى أماكن الاعتصام التي أحرقت فيها خيامهم وسيواصلون الاحتجاج. تابعنا سويا هذا التقرير، وأرحب بضيوفي في هذه الحلقة. ضيفي في الاستوديو الأستاذ نظير الكندوري الباحث السياسي، مرحبا بك أستاذ نظير. حياك الله. وأرحب أيضا من بغداد دكتور قحطان الخفاجي أستاذ العلوم السياسية. دكتور قحطان مرحبا بك. أهلا وسهلا، حياك الله أخي العزيز. أهلا بك دكتور قحطان. وسينضم إلينا أيضا السيد علي عزيز الناشط المدني من بغداد، سينضم إلينا فيما بعد. أبدأ معك أستاذ نظير، يعني بلا شك هناك تحديات كبيرة تواجه ثورة تشرين السلمية. وجهت هذه الثورة بالقمع والقتل الوحشي وبشهادة العالم، وهناك تقارير كثيرة صدرت من المنظمات الدولية والحقوقية تدين هذا الفعل وهذه الجرائم المرتكبة ضد ثورة تشرين السلمية المطالبة بإسقاط النظام. ثم التحديات كبيرة ربما تواجه هذه الثورة، يعني كيف تنظر إلى مسيرة ثورة تشرين؟ والله يعني أنا أنظر إلى هذه التظاهرات التي بدأت منذ 1 تشرين ولحد الآن بأنها قد تجاوزت تحديات كبرى، ويعني أنا شخصيا كنت أشك أن
بعض التحديات أنها ربما لن تتجاوز هذه التظاهرات بسبب هذا البطش وهذا القتل الذي تستعمله سواء يعني آلة البطش الحكومي أو الميليشياوي، ولكن مع ذلك تفاجأنا بأن هؤلاء الشباب الصغار، هؤلاء الشباب الذين هم صغار بالعمر، صغار في العمر نعم، ولكن كبار في الوعي، هم تجاوزوا في وعيهم حتى يعني النظام الحاكم وأزلامه، واستطاعوا يعني تجاوز كل هذه التحديات وخرجوا منها منتصرين، بل الآن هم قد يعني حققوا شيء ربما الكثير من الانتفاضات لم تصل إلى هذا المستوى من التعاطف الشعبي. هناك الآن جماهير العراقية، الجميع متعاطفون مع هؤلاء المتظاهرين، يعني بالرغم أن لا أقول الشعب العراقي كله موجود في ساحات التظاهر، لكن أنا أكاد أجزم بأن يعني معظم الشعب العراقي بكل قطاعاته بكل أطيافه هو متعاطف مع هؤلاء المتظاهرين، واستطاعوا هؤلاء المتظاهرين أن يتجاوزوا تلك التحديات. آخرها هذا التحدي حينما يعني مقتدى الصدر وتيارا سحب من ساحات الاعتصام وفي ظنه أنه يكشفهم أمنيا إلى الميليشيات وإلى الأجهزة الأمنية، ولكن الغريب أن لاحظنا هذا الصدق الذي تعامل فيه هؤلاء الشباب جعل الأهالي والناس كلهم ينضمون ويزحفون إلى تلك الساحات لحماية المتظاهرين. هذا الأمر يعني شيء جديد، وهذا الأمر أعتبره بحد ذاته نجاح، كون هؤلاء الشباب كسبوا ثقة الجماهير العراقية. بل البارحة أنا أسمع خبر أن في الناصرية المشايخ أنفسهم بدأوا يبيتون في ساحات الاعتصام لحماية أبنائهم في الناصرية تحديدا. يعني هناك شيء آخر، يعني هناك صور جديدة يفاجئنا بها دائما المتظاهرون العراقيون في ثورة تشرين. من هذه الصور يعني بعد إحراق خيامهم في الناصرية قاموا بإزالة مخلفات الخيام المحترقة، ثم قاموا ببناء عن طريق البلوك بجانب البلوك هذا في الشيء، وبنوا خيام ثابتة بدل هذه التي احترقت. أنا قرأت الخبر ويعني حقيقة فرحت كثيرا وتفاجأت بهذا الأسلوب، يعني هو أسلوب مبتكر، يعني إذا كنتم تحرقون الخيام فتعالوا احرقوا البناء البلوك، كيف يحرقوه؟ يعني هم يستنبطون أفكار جديدة. وكل هذا القتل لم يسحب المتظاهرين أو يجرهم إلى استخدام العنف، لم يقابلوا العنف الميليشياوي والعنف الحكومي بعنف مضاد، بالعكس كانوا يقابلونه بالورود وبالكلمة الطيبة وبالتظاهرات والشعارات السلمية فقط، بل أحدهم يتواصل مع الثاني بأننا لا خيار لنا سوى السلمية، وهذا يعني مثال يحتذى لبقية ثورات شعوب العالم. بل هذه الثورة ربما ستسجل واحدة من الثورات الكبرى التي حدثت بالعالم بدون استعمال سلاح، فقط في الكلمة الصالحة والشعار الجيد ضد النظام وضد هذه الميليشيات. إذن أرحب بالسيد علي عزيز الناشط المدني من بغداد لكي يصف لنا ماذا يجري في ساحات التظاهرات ومسيرة ثورة تشرين التي واجهتها القوات الحكومية والميليشيات بالعنف والقوة بالرصاص الحي وبالقنابل المسيلة للدموع، القنابل المحرمة. يعني كيف تصف لنا المشهد أستاذ علي عزيز؟ تفضل. طبعا بالبداية أرحب بك وبالقناة وبالمشاهدين. المشهد طبعا يعني مشهد مأساوي. قوات الحكومية، قوات المنطقة الخضراء وميليشياتهم دفعوا كل ثقلهم من أجل إنهاء الانتفاضة، سواء كان في البصرة أو في الناصرية أو في بغداد. في بغداد صار إن إحنا اليوم هي الليلة الرابعة على التوالي نعيش كل ليلة ونحن متأهبين لأي اقتحام قد يحدث في أي لحظة. بالنسبة للإطلاق لحد الآن أتكلم وياك لحقة بالساعتين من الآن، كان إطلاق الرصاص الحي موجود بالقرب من ساحة الخلاني ومن ساحة الوتبة وبالقرب من يعني من فوق جسر الأحرار كذلك. الضربة يزال مستمر، الشهداء يوميا عندنا شهداء احنا، ولا تزال قوات الحكومة تحاول بشتى الطرق اقتحام الساحة، لكن الحمد لله نحن صامدون بمواقعنا. أرحب بي دكتور قحطان الخفاجي أستاذ العلوم السياسية. دكتور قحطان مرحبا بك. عمليات إطلاق الرصاص مواجهة الثورة السلمية بالعنف وبإطلاق الرصاص والقنابل الغاز المسيل للدموع المحرمة والتي تستخدم في الجانب العسكري فقط، تستخدم الآن في ساحات التظاهر ضد المتظاهرين، ويعني ارتقى الكثير من المتظاهرين
شهداء بسبب هذا العنف المتواصل. سلمية الثورة، يعني بالتأكيد هناك تحديات تواجه هذه السلمية، هناك صور جديدة لسلمية هذه التظاهرات، كيف تنظر إلى التحديات التي تواجهها ثورة تشرين؟ أرحب بك العزيز وبالحضور وبالمشاهدين الكرام. حياك الله دكتور. هذه ثورة بالتأكيد أذهلت العالم، وهذه الثورة أنا أقول لله أنها إذا كان الحسين عليه السلام قيل عنه انتصر الدم على السيف، ولا قيل أن غاندي انتصر بالسلم على بريطانيا، ونيلسون مانديلا انتصر بالسلم وبالكلمة الطيبة على أعدائه، فهؤلاء بإذن الله منتصرون بالسلم وبالروحية العراقية التي هي أصفى من النقاء على عدو متغطرس خلقت أمة متشبث بالباطل ومشبث بالرذيلة. هذه الانتفاضة رغم ما يتعرض لها أثناءها من أعمال لا إنسانية بالمرة ولا أخلاقية بالمرة، لكنها صامدة ولم تصمد هذه لولا أن تكون هي أساسا صادقة النوايا وهي راسخة رسوخ الأرض، ثم أنها لم تصمد أيضا لولا أنها تمتلك رؤية وتمتلك آلية للتعامل مع المتغيرات. والشيء الذي يضاف إليها والذي بدأ درسا للذين يحتاجون الدروس في هكذا حالة، أن خصومهم دون استثناء تذبذبوا وأظهروا تخبص في الرؤى والأفكار والسلوكيات، إلا هذه التظاهرة بشبابها القيادية الشبابية أو الذي يبات في الساحة من الشباب، أظهروا قدرة عالية على التعامل وعلى المعطيات وعلى إدارة الذات. إذا هذه التظاهرة رغم ما تعاني من أعمال عنف وأعمال بطش من قبل الحكومة مثل ما قال زميلي قبل لحظات، سواء من الحكومة أو من الميليشيات، لكنها باسم السلام هي أقوى وباسم العراق هي أقوى، وبالتالي تبتكر وسائل البقاء وسرعان ما تتعامل مع كل المستجدات. ولعلنا لاحظنا عندما صارت هناك هجمة قوية عليها عقب تظاهرة الخميس للمجاميع في الكرادة، استعادت قليلة وعادت نفسها وعادت استقرارها وعادت الساحات التي كانت ماسكة إياها. إذا هذه التظاهرة راسخة ثابتة واعية متجددة، وبالتالي أنا واثق الثقة ستحرج الأعداء يوم بعد يوم، والنصر أكيد لصالحها بإذن الله. ابقى معي دكتور لو سمحت، بالعودة إليك سيد علي عزيز، يعني الفقراء دائما ما يستخدمهم الزعماء في العراق، زعماء بعد 2003 يستخدمونهم من أجل مصالح ومكاسب سياسية، يعني ما الذي سيجنيه الفقير؟ الفقير يعني هنا الشاب المتظاهر يريد وظيفة، يريد وطنا، يريد ملجأ، يريد كرامة، ولكنه يبحث عنها إلى الآن في هذه الثورة السلمية المطالبة بإسقاط العملية السياسية التي لن تجلب خيرا قط للعراقيين. ماذا سيجنيه الفقراء من هؤلاء الذين يعني يريدون مكاسب سياسية وعندهم ارتباطات بدول إقليمية؟ سيدي اليوم يعني بات واضحا وجليا لكل كل العراقيين مهما كانت يعني درجات ثقافتهم وعقلهم وانفتاحهم، صار واضح لهم من أبسط مواطن، هذه الطبقة اليوم الجاثمة على قلوب العراقيين هذه طبقة قتل، طبقة إجرام، طبقة فساد، صفهم ما تصفهم قليل بحطهم، هذه الطبقة كلها. أما بالنسبة اليوم المواطن العراقي، اليوم أبسط مواطن عراقي يتمنى الخلاص من هذه الطبقة من صغيرهم حتى كبيرهم. هذا اليوم ثبت قطعا لكل العراقيين وبات واضح وتليا، يتاجرون بدم شباب، يتاجرون بأرواح شباب، يزجوهم إلى محرقة، يزجوهم بالمجهول، ولا يعرفون شبابنا هم أين ذاهبون. لكن هذه الثورة كشفت الأمور، والآن شبابنا واعين أصبحوا وباتوا يعرفون جيدا ما هي صبغة هؤلاء الفاسدين، هؤلاء القابعين بالمنطقة الخطأ. إذا بالعودة إليك أستاذ نظير الكندوري، يعني استمعت إلى ما قاله السيد علي عزيز وكذلك الدكتور قحطان الخفاجي، المتظاهرون طبعا يعني ما تحدثوا به هو أيضا يعني تدعيم لما تحدثت به الكثير من المواقع العالمية الإعلامية عن وصف المتظاهرين واستخدامهم صور متجددة للسلمية وإفشال محاولات وأد هذه الثورة
السلمية. يعني من وجهة نظرك، يعني إحراق الخيام استراتيجية حكومية استخدمت من قبل الميليشيات، ماذا تريد الحكومة من ورائها وهي تعرف أن من تواجهه أو من تواجههم هم يعني شباب غير مسلحين ويريدون وطن ومصرين على هذه التظاهرات؟ ما الذي سيفيد الحكومة إحراق الخيام؟ هو يعني ما تفعله من إحراق هذه الخيام هي في تخيلها أن هذه الخيام هي التي تجمع الشباب، فإذا ما احترقت سيتفرق الشباب، أو أن هذه الخيام هي ستحمي الشباب من الرصاص الميليشيات، يعني تفكير ساذج. وهذا الأسلوب جديد، يعني من قبل استخدمت أساليب أخرى، يعني من خلال خطف الناشطين وقتلهم وتشويه سمعة بعض المتظاهرين أو المتظاهرات. كل هذه الأساليب استخدمتها ولم تجدي نفعا، بل إن المتظاهرين يبتكرون أساليب جديدة لديمومة زخمهم ولرفع معنوياتهم والاستمرار في حراكهم. لكن أنا أريد أن أركز على شيء آخر. يعني نحن نرى هناك تفاعل دوليا مع التظاهر العراقي، ولكن لم يرتقي إلى يعني أصحاب القرار. أنا يعني نحن نريد من المجتمع الدولي بمنظماته أو حكوماته أن يكون لهم دور حقيقي في وقف هاي المزرعة للشباب العراقي. قبل البارحة أو اليوم صباحا أنا قرأت لي يعني هذا السياسي أسامة النجيفي تحدث وقال أنه يجب تدويل القضية، صح؟ قال إنه أو حماية المتظاهرين، يعني أنه ربما سنتجه إلى تدويل قضية حماية المتظاهرين. طيب ماذا ينتظرون؟ أنا أسأل هذا السؤال. يعني أنت بعد 4 أشهر الآن تفكر، ولم يعني هو لا يقول أنا قدمت طلب بطلب الحماية الدولية للمتظاهرين، إنما هو يفكر أنه يقدم طلب. يعني أنتم يعني كسياسيين لم تقدموا أي شيء في سبيل هؤلاء المتظاهرين أو عموم شعبنا العراقي. بالأساس هم المتظاهرون خرجوا من أجل إسقاط كل المشاركين في العملية السياسية التي لم تأتي بخير للعراقيين. يوجد بعض السياسيين يتوقع أن هذه التظاهرات هي ضد الأحزاب الشيعية فقط، وأن الأحزاب الشيعية هي من تقوم بالبطش، ولا يدري أن هؤلاء الأحزاب الذين يحسبون نفسهم سنة أو كرد هم مشاركين بهذه العملية، وكل الجرائم التي ترتكب باسم هذا النظام السياسي هم جزء من عنده وهم يتحملون مسؤولية. فعندما يعني هو على اعتباره زعيم سني يعني يقف على جنب وأن كأن الموضوع لا يخصه، هذا لا يعفي من الذنب. إذا كانت لديك القدرة على تدوير قضية المتظاهرين العراقيين وتوفير الحماية لهؤلاء المتظاهرين من آلة القتل التي تجري عليهم، فأنت مقصر، يجب أن تفعل هذا ويجب أن تعمل على هذا. الشيء الآخر، يعني أنا لا أنتظر خيرا من هؤلاء السياسيين، سواء سنة ولا شيعة ولا كرد، أنا أنتظر الخير من أبناء شعبنا. أبناء شعبنا تقدموا خطوة بهذا الاتجاه ورفعوا أعلام الأمم المتحدة كرسالة إلى العالم بأننا نريد حمايتكم من هذا البطش. الآن يجب على اللجان التنسيقية أن تقول بشكل صريح لا لبس فيه بأننا نتعرض إلى القتل ونحن سلميين، ولم تخرج من عندنا رصاصة اتجاه هذا النظام. لذلك يجب على المجتمع الدولي أن يوفر الحماية لهؤلاء الشباب من هذا القتل، وإلا إلى متى نستمر؟ نحن قدمنا مئات الشهداء، آلاف الجرحى، هل هذا المسلسل يستمر والعالم يتفرج؟ يجب أن يكون للعالم دور. نحن يعني هؤلاء شبابنا هم أسرى لنظام فاشي دموي، وبالتالي على المجتمع العالمي أن يكون له دور في حماية هؤلاء الشباب، في حماية الشعب العراقي. طيب اسمح لي أن أنتقل بسؤال للدكتور قحطان الخفاجي. دكتور قحطان، ثورة تشرين، يعني ما المفروض الآن أن تفعله من خلال يعني عناصر هذه الثورة والعمود الفقري لهذه الثورة وهم الشباب؟ يعني كيف يمكنهم أن يطلبوا الحماية الدولية؟ الأمر أولاً أن يطلبوا مباشرة الحماية الدولية وهي من الأمم المتحدة. عملية ليست يعني من ضمن السياق العام للعمل الأمم المتحدة. هذا يتطلب بالتأكيد قرار أممي، ويتطلب رأي جمعي أممي يصعب على ذلك الواقع العام. ولكن أتوقع أن عملية البقرة والصمود في الساحات مع زيادة الحراك الشعبي وتأييد الجماهير إلى أكثر وأكثر، ثم أن المجتمع الدولي يمكن أن يقوم بشيء اتجاه الحكومة باعتبار أن
حالة لا أمن في المنطقة وحالة عدم الاستقرار في العراق تؤثر على مجمل المنطقة برمتها. من هذا المكان ممكن أو هذا المنطقة ممكن أن تكون متحدة لها دور في هذا الاتجاه. أما الأصل يصير مثلا عندما يطلقون أطراف دولية هم أساسا ليسوا أطراف دوليين بالقانون الدولي، هم مواطنون بالتأكيد العلاقة الممتعدة بشؤون مصير الجماهير بالتأكيد، ولكن الأمور هنا فيها ليس بالسهولة بما كان، ولكن ممكن أن يطلقوا أبواب جامعة عربية لأحد الأطراف العربية المعنية بالشؤون العراقي. ولكن ألا ترى دكتور قحطان يعني ألا ترى في المؤتمر الإسلامي على سبيل المثال هذه قد يكون فيها مجال أوسع أو أكثر تطبيق عملي من الأمم المتحدة، ولكن الأمم المتحدة للأسف الشديد رغم موقفها الذي بدأ نوعا ما إيجابي مؤخرا لصالح المتظاهرين، ولكن ما زال ليس على قدر المسؤولية، فيما أن هناك تدخلات أممية بتظاهرات دولية أكثر دموية مما حصل وأكثر تضحيات. إذا هناك خلل في بطبيعة التعامل في رأيي. لماذا؟ لأن هناك علاقة ما بين سيرة النظام القائم في العراق من جهة وبين الدور الأمريكي في العراق، باعتبار أن هذه العملية السياسية هي نتاج أمريكي، وبالتالي إلى حد معين وهذه النقطة فعلا أنا أريد نوع من الملامة على الجانب الأمريكي. نعم دكتور قحطان إذا سمحت لي، هذه النقطة تحديدا يعني كنت أريد أن أتداخل بك معها، يعني أتداخل بشأنها. أحول السؤال للأستاذ نظير. أستاذ نظير، الموقف الأمريكي تحدث عنه دكتور قحطان يعني ولم يسب، ولكنه أشار إلى هذا الموقف واختفاء الموقف. البعض يقول بأنه لو أرادت الولايات المتحدة فعلا إخراج إيران من العراق لدعمت الثورة السلمية في العراق الآن. لماذا الثوار يقتلون بالآلاف ولا أحد يتحرك؟ الموقف الأمريكي غائب، موقف المجتمع الدولي غائب. صحيح. يعني أنا بالنسبة للولايات المتحدة في عهد هذه الإدارة هي عبارة عن تاجر، يعني عيني عينك هو تاجر، وين مصلحته تكون يذهب إليها. الآن لحد الآن لم تتبلور الفكرة كيف سيستفيد ترامب من هذا الحراك لمصلحته الاقتصادية. وأنا أقول لترامب وأخاطبه بالعقلية التي يفكر فيها، مصلحتك الاقتصادية ومصلحتك المالية موجودة ليس مع النظام العراقي، إنما موجودة مع الشعب العراقي، فيما إذا دعمت الشعب العراقي في ثورته وفي نضاله للتخلص من النفوذ الإيراني ستكسب أكثر مما ستخسر. الشيء الآخر فقط تعقيب على الدكتور قحطان، يقول أن من الصعب أن يعني نجلب الدعم الدولي لحماية المتظاهرين، وأنا أقول يعني لو حدث هناك زلزال في بلد ما، لو حدث تسونامي في بلد ما، ألا تجد أن دول العالم كلها تهرع لتقديم المساعدة لهؤلاء؟ والذي يحدث في العراق هو لا يشبه زلزال ولا يشبه تسونامي، إنما هو أكثر من ذلك. عندنا شعب كامل يتعرض إلى القتل، يتعرض إلى التجهيل، يتعرض إلى كل المآسي. هل هذا غير كافي لأن يتدخل المجتمع الدولي لإنقاذ الشعب؟ نحن في أزمة، في كارثة. إذا كانت هناك نكبة زلزال ولا نكبة تسونامي، فإحنا الآن نعيش نكبة إيران، نكبة النظام الموالي لإيران، وهي أكبر من هذه النكبات الطبيعية. هناك نكبة يعيشها العراق بشكل مقصود. يقول بأنه المجتمع الدولي لا يتدخل لأن الموقف الأمريكي هو لا يسمح بالتدخل. الموقف الأمريكي الآن يعني أنا لا يعني أمتدحه، ولكن أقول الظرف الدولي الآن وحالة الصراع ما بين إيران والولايات المتحدة مناسبة جدا أن يستفيد منها الشعب العراقي، وهو قادر على اللعب على هذا الصراع ومحاولة الوصول إلى تحرره. يعني نستفيد من موضوع الآن الاعتداءات على السفارة الأمريكية وغيرها من السفارات. نتحدث عن موضوع السفارة أستاذ نظير، يعني هذا كله ممكن استغلاله. اسمح لي أن أنتقل للسيد علي عزيز الناشط المدني. أستاذ علي، يعني أنتم في ساحات التظاهر، كيف يعني هل هناك تقييم معين لطريقة التعاطي مع تظاهراتكم والتواصل مع تظاهراتكم؟ المنظمات الدولية كيف تفاعلت معكم؟ المجتمع الدولي كيف تلمسون أنه متفاعل معكم أم لا؟ كيف يعني يشعر المتظاهرون؟ هل يعني يشعر أنهم بمفردهم في ساحات التظاهرات والعالم كله يتفرج على قتلهم؟ لحد هذه اللحظة نعم، هذا ما نشعر به. العالم يتفرج علينا الآن، الأمم المتحدة تحس
مواقفها خجولة لحد الآن، تعتبر العراق عنده سلطة شرعية، ويمكن يجوز هذا السلطة الشرعية أقنعوا بعض الدول، وأقنعوا بالتالي يعني خلينا نقول جزء من المجتمع الدولي بأنه إحنا مجموعة من الفوضويين أو المشاغبين. فهذا الإحباط اللي عندنا طبعا هذا إحباط جدا كبير، ولذلك نحن قررنا أن نشكل هيئة يعني مثل ممثلية أنه تنطلق إلى خارج العراق، وراح تبلش أن تفاتح الدول العالمية الخمسة. مهم جدا يعني هذا الأمر جدا مهم. نعم بالضبط هذا اللي احنا الان شكلناه وانتهينا من عنده، وبالفعل غادروا العراق عندنا بعض الاخوان بالساحات التظاهر بغداد والفرات الاوسط والجنوب، وسوف نحاول ان نسحب شرعيه هذه الحكومه وسوف نعريها ونفضحها امام المجتمع الدولي، كونا انه يعني نحن بساحه التحرير الان احنا الممثل الشرعي الحقيقي للشعب العراقي وليست حكومه القتل. يعني عندنا 670 شهيد وما حركوا ساكن، ولحد الان مستمرين. واعطيك مثال يعني شوف مدى الاستخفاف بالدم العراقي، وهي نقطه جدا مهمه. رشحوا لمنصب رئيس وزراء شخص اسمه اسعد العيداني، هذا الشخص محافظ البصره، حرق خيام المتظاهرين قبل ثلاث ايام بالبصره وخضع بيهم وعمل ما عمل هو وقياداته. فتخيل هكذا مجرم كانوا يريدون انه يصنعون منه شخصيه كي تقود العراق، فانت تخيل مدى الاستخفاف ومدى خسه ودناءه هذا النظام. شكرا لك سيد علي عزيز الناشط المدني من بغداد، نشكرك شكرا جزيلا لوجودك معنا في هذه الحلقة. تحول إليك أستاذ نظير الكندوري، كيف تعلق على ما تحدث به أستاذ علي؟ أنا يعني حقيقة الآن أسمع وهذا الخبر ربما هو له يعني حق السبق يعني بالإعلان عن هذا الخبر. نعم. وأشجعه بكل قوة، بل إن هذا ما طالبنا فيه المتظاهرين منذ وقت طويل، بأن يكون لهم هيئة سياسية أو ناطقية باسمهم توصل ما يريدون إلى المجتمع الدولي وتتجاوز النظام وتحاول أن يعني تشكك بشرعيته وتسحب هذه الشرعية إلى الشعب العراقي، على اعتبار أن هؤلاء المتظاهرين ومن يمثلهم هم روح هذا المجتمع العراقي، وهم من يمثلون المجتمع العراقي بكل تطلعاته وبكل قومياته وأطيافه. هذه خطوة مباركة وخطوة متقدمة، ويعني من المستحيل أن يبقى المتظاهرين فقط يتلقون الرصاص ولا يفعلون خطوة باتجاه تحقيق أهدافهم. هذه الخطوة التي ذكرها الناشط يعني عزيز دليل على أنها تقدم نوعي في يعني الحراك العراقي السلمي، وخطوة متقدمة للوصول إلى تحقيق الأهداف. ربما أشد ما يخيف هذا النظام العراقي هو أن تظهر لهذا الحراك قيادة سياسية وناطقية إعلامية باسمهم، وحسنا فعلوا أن جعلوا هؤلاء الذين يمثلونهم يخرجون خارج العراق ليستطيعوا التعبير بشكل حر وبعيدا عن أجهزة القتل والقمع الحكومي، وإلا لو أعلنوا عن أنفسهم داخل العراق ربما تم تصفيتهم في الحال. وهذه يعني أجدها خطوة متقدمة في الطريق الصحيح. نعم. منظمة العفو الدولية تقول متظاهرو ثورة تشرين أكدوا مواصلة تظاهراتهم حتى إسقاط النظام. الطبقة السياسية لا تجيد فعل شيء سوى عمليات القتل الوحشي للمتظاهرين السلميين. دكتور قحطان الخفاجي، كيف ترى ما تحدث به الأستاذ علي عزيز قبل قليل؟ هل هناك تقدم نوعي فعلا في الحراك السلمي لثورة تشرين؟ ستكون لها ناطقية إعلامية باسمها؟ سيكون هناك حلقة وصل بين المتظاهرين السلميين الذين يواجهون بالرصاص الحي وبالقنابل الغاز القاتلة والمميتة؟ ستكون هناك ربما يعني وجهة نظر أخرى للتظاهرات من وجهة نظرك؟ هذه إذا كان موجود هو أدرى شيء إيجابي جدا تاريخي، ولكن احنا نعرف منذ البدء من الحراك يعاني حقيقة من أن أعداءه باطشين لا يرعون من شيء معين، وبالتالي إحدى أسباب عدم إظهار ناطق رسمي أو جهة قيادية للتظاهرات على ما يبدو كما صرحوا هو خشية أن يتم استهدافهم مباشرة، سيما وأن الجميع أي ناشط بالحراك يتعرض إلى التهيب والخطف والغدر وكذا كما هو مسموع.
ولكن إذا رأوا هم الآن حالة مواجهة لن يكون هذا جهة معينة أو تنشيخية معينة تنطق نيابة عنهم فأمر جيد لا بأس به، ولكن أتمنى أن يكون هناك حذر كبير على هذه المجاميع، وسيما أن نتمنى لهذه المجاميع أن تحظى بحماية حقيقة أممية أو حماية شعبية حقيقية أو عقل تقدير حماية يعني ذاتية، لأن الخصوم غدارة والغدر تكتير. على كل خطوة بالتحسينين، ولكن إن شاء الله يحسنون تدبير فيها لكي يصلون إلى شيء معين. أما إيصال المطالب إلى أي جهة أخرى داخل العراق وخارج العراق، الآن المطالب ضبط واضح للجميع، ما يريدون المتظاهرون من شيء ذاك واضحا وجليا لا يحتاج أساس القيادة، ولكن أنا في رأيي ما زال الأمر يحتاج صبر أكثر لكي يكون الدالة أكثر وتضعف الحكومة إلى حد معين أكثر جراء أعمالها لا أخلاقية ولا إنسانية، فيقل مستوى الدعم الدولي الذي ما زال بعض موجود اتجاه الحكومة العراقية. طيب ابقى معي دكتور قحطان، يعني عادة أستاذ نظير عمليات استهداف السفارة الأمريكية من جديد، يعني هل هناك ثمة ردة فعل أمريكية متوقعة من وجهة نظرك؟ طبعا هذه الاستهدافات اللي حدثت مؤخرا والحكومة العراقية في كل مرة تبدي اعتذارها وتوعدها بأنها ستلقي القبض على من يفعل ذلك، كلها تضرب إدراج الرياح، والجميع يعلم أن هذه المجاميع المسلحة تستهدف السفارة العراقية بأوامر إيرانية، عفوا تستهدف السفارة الأمريكية بأوامر إيرانية لإدامة الصراع يعني تقوية كل طرف من الأطراف موقف التفاوضي. كما تعلم أن ظريف قبل يومين ذكر بأن ليس لدينا مانع من التفاوض مع الجانب الأمريكي ولكن بشروط، وطبعا في الحقيقة لا توجد شروط الآن. النظام الإيراني وصل إلى مرحلة الانحناء والقبول بالجلوس إلى طاولة المفاوضات بسبب الوضع المزري الذي يعيشون فيه، لكن مع ذلك هي تحاول أن تقوي يعني موقفها التفاوضي من خلال هذه الضربات. والحقيقة ربما سيكون هناك رد فعل أمريكي، ولكن رد الفعل الأمريكي سيكون على هؤلاء المساكين الذين جعلوا أنفسهم أداة لإيران. إلى الآن ردة الفعل الأمريكية انحصرت ربما بفقط تصريحات، يعني حملت الولايات المتحدة، هي حملت الحكومة العراقية الميليشيات يعني تحديدا حملتهم يعني سبب الوضع المتوتر في العراق. لكن أنا بحكم مراقبتي للمواقف الأمريكية، الأمريكان حتى لو ما ردوا على حادثة معينة إنما هي تجمع هذه النقاط وتستخدمها ربما لاحقا. يعني واحدة من النقاط التي ممكن الولايات المتحدة تستخدمها في الضغط على النظام، بل ربما الحجر على النظام إذا ما وصل إلى مرحلة الطلاق ما بينه وبين الولايات المتحدة، وذلك من خلال جعل النظام العراقي أو الحكومة العراقية تحت البند السابع بحجة ماذا؟ بحجة أن هذا النظام السياسي أو هذه الحكومة غير قادرة على حماية البعثات الدبلوماسية، وهذا سبب كافي لفرض عقوبات أو جعل العراق تحت أحد البنود الموجودة في الأمم المتحدة. الأمر الآخر، ربما يعني تستطيع الولايات المتحدة كسب المتظاهرين وكسب الشعب العراقي وتعاطف الشعب العراقي من خلال فرض عقوبات على النظام العراقي والحجة بأنهم يضطهدون المتظاهرين السلميين. وهناك طبعا قريبا سيأتي موعد تجديد الإعفاء العراقي بالنسبة للعقوبات الإيرانية، ومن الممكن الولايات المتحدة أن لا تجدد هذا الإعفاء وتدخل العراق وتدخل إيران بأزمة اقتصادية جديدة، وكل هذه ضغوطات قوية على النظام العراقي. لذلك تجد الحكومة العراقية التي يعني ربما نستطيع أن نقول لا حول لها ولا قوة، بل هي لا توجد حكومة حقيقة، تجد أنها تحاول أن تعتذر وتقدم الاعتذار إلى الولايات المتحدة عن هذه الضربات، لأنها تعلم بأن الولايات المتحدة بإمكان شمولها بالعقوبات المفروضة على إيران وسوف قبل استهداف يعني تجعل الاقتصاد في الحضيض. يعني قبل استهداف قاسم سليماني وقتله، يعني نلاحظ أن الميليشيات هم يعني يظهرون ظهورا كثيرا، الآن لماذا هم مختفون؟ يعني كلنا نعلم والجميع يعلم بأن الولايات المتحدة والميليشيات أقصد كزعماء
يعني حتى زعماء أو كميليشيات كان هناك تخادم. يعني قاسم سليماني كان يتنقل بين هذه الدول في العراق وسوريا ومناطق أخرى بكل حرية وأريحية ولم يستهدفوه، كان هناك حقيقة تخادم. لربما عند ترامب بأن وصل الأمر حده وهذا التخادم الآن بدأ يعني يصل إلى نهايته، لذلك تم ضرب قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس. الطريف بالأمر الآن لا تجد ولا زعيم ميليشيا موجود، الجميع إما في الجحور أو في إيران يختبون خوفا من الولايات المتحدة وقواتها. طيب. زين أنتم وقلتوا إحنا راح نشكل مقاومة عالمية ونقاتل الأمريكان ونقاتل إسرائيل. في هذه نقطة اسمح لي ننتقل للدكتور. يعني أين ذهب أين ذهبت هذه المقاومة؟ نسأل الدكتور قحطان خفاجي عن ذلك. دكتور قحطان، هناك اجتماعات عقدت في قم وحضرها مقتدى الصدر وكذلك زعماء الميليشيات و. باركوا أيضا تظاهرات هي مناوئة ربما لتظاهرات السلمية، تظاهرات ثورة تشرين. بعد هذا الاجتماع يعني حدثت الكثير من الأمور. كيف راقبتم نتائج اجتماعات قم على الأرض في العراق ومدى تأثيرها على ثورة تشرين، وخصوصا أننا لاحظنا يعني عمليات الاستهداف ضد ثوار تشرين السلميين قد ازدادت وتيرتها، إحراق الخيام، كذلك يعني حتى تغريدات معادية من قبل زعماء ميليشيات للثوار السلميين؟ للأسف الشديد كما ترشح من وسائل الإعلام المختلفة أن اجتماع حصل في قم واتفقوا على صيغة تظاهرة سميت مليونية ضد الاحتلال الأمريكي. طبعاً تساؤل كثير أنه الأمريكي موجود منذ فترة زمنية طويلة وكانت كبير من قوى سياسية فاعلة ذات الانتماء المذهبي المترافق مع المجتمعين، كانوا قد رحبوا بالاحتلال الأمريكي وأهدوا السيد الفقار وأهدوا مصحف شريف ووضعوا كين الزهور على جندي المذهول الأمريكي. هذه مغالطة كبرى، لكن مشكلة عندنا يتهمنا أن التظاهرة المليونية دعي عليها من داخل إيران، وبالتالي انعكس ذلك سلبيا على المتظاهرة أساسا. لذلك نرى الناطق العراقي أيقن أن التظاهرة ليست كما أشيعت من جانب. الشيء الذي أغاض المعنيين على التظاهرة، لذلك الأسئلة الشديدة انعكس سلبيا على التظاهرة تشرين، وحاولوا احتوائها أو حاولوا قط الأوراق بين التظاهرات، ولكن الحق دائما هو الأعلى بالتأكيد. فما حصل من أعمال ضد المتظاهرين في اليوم الذي أعقب التظاهرة الفاشلة كان إلى حد كبير تحت طائلتين أو معنيين، أما هو تكملة لهذا الفشل أو هو عملية استثمار حاقد من الحكومة على المتظاهرين تشرين مع ضمان عدم رد فعل بشكل بآخر يتقاطع معهم من الاحزاب المولي لهم، وهذا الذي حصل فعلا. طيب دكتور قحطان، اذا كان يعني البعض يقول بانه يعني هذه الاجتماعات التي تعقد في قم بطهران يعني كلها موجهة لافشال ثورة تشرين السلمية، ولكن ثورة تشرين السلمية من يدعمها؟ يعني ثورة تشرين يدعمها الشباب العراقي الذين لا يتبعون احدا. يعني البعض يقول بأنه لو كانت الولايات المتحدة تريد فعلا إخراج إيران من العراق لدعمت هؤلاء الثوار السلميين، ولكن هم يبادون، الثوار يقتلون بالرصاص الحي ولا من أحد يتحرك لنجدتهم. البعض يرى بأن إيران تريد حربا أهلية في العراق، والدليل على ذلك صمت الولايات المتحدة عن ما يجري وعدم دعمهم لهؤلاء المتظاهرين السلميين، أو على الأقل التدخل لوقف قتلهم. المتظاهرين متظاهرون حقيقيون بكل معنى الكلمة، من الانتماء الذاتي إلى القضية إلى الهدف إلى الغاية إلى الوسيلة. فهم عراقيون أرادوا تصحيح حالة خاطئة في العراق أجل إنقاذ وطني، وبالتالي هم منذ البدء قالوا لا إيران ولا أمريكا ولا أكثر من دولي آخر، عراقية محضة. لذلك حاول الخصوم التظاهرة أن يرجموها أو يجيروها لجهة ما، لكن كل المحاولات فشلت، لأن الحقيقة كما قلنا هي قاطعة ولا تغطى بغربان.
لو امريكا فعلا هي داعمه للتظاهرات لكان دعمت نعم التظاهرات باشياء كثر، لعلها اعطت معلومات متقدمه، اعطت مساعدات ماليه، اعطت دعم دولي. لا يوجد اي دعم. هؤلاء المتظاهرون وحدهم في الساحه يقتلون ويبادون ولا يوجد اي دعم لا من المجتمع الدولي ولا من اي دوله، وهم الان في الساحه يواجهون مصيرهم، وما مطلوبهم الا نريد وطنا. اسمح لي دكتور قحطان ان انتقل للاستاذ نظير الكندوري. جينين بلاسخارت ممثله الامم المتحده تحدثت عن ان عمليات المساءله عن قتل المتظاهرين السلميين هي عمليات جوفاء، وصفتها بالجوفاء لا قيمه لها. يعني مع استمرار عمليات القتل، الموقف الامريكي لا نقول ضبابي ولكنه يعني واضح انه لا يتدخل، ياخذ موضوع التظاهرات من زاويه التعامل مع ايران والتعاطي مع ايران. نعم، هو وصف بالاخير حول يعني لجان التحقيق حول الذين قتلوا المتظاهرين هي بلا قيمه وبلا نتائج، ولن تكون هناك محاسبه لاحد ما، يعني والنظام يماطل و يعقد بلجان التحقيق ولا شيء يذكر من ذلك. لكن أنا فقط أريد أن أعرج على موضوع الذي ذكرته قبل قليل حول الاجتماع الذي عقد في قم. هل تعلم أن واحد من النتائج ناهيك عن أنهم اتفقوا على وئد هذه التظاهرات وفضها ومحاولة قمعها، هم اتفقوا على شيء آخر ذكرته إحدى الصحف المقربة إلى التيار الصدري، يقول أن هادي العامري قد قاد وساطة ما بين مقتدى الصدر ونوري المالكي، وذلك لتوحيد البيت الشيعي، والشيعة براء من هؤلاء، هو يريد أن يوحد عملاء إيران وليس البيت الشيعي. الحقيقة هذا هو أحد الأهداف لهذا الاجتماع، وقال يعني أضاف إلى ذلك بأن نور المالكي لم يكن لديه مانع في هذا الأمر، إلا أن الصدر لديه بعض التحفظات، وهذا هو لزيادة الملح على الطبخة. أنا أقول يعني لأتباع التيار الصدري، إلى متى تبقون تبعا لمثل هذا الرجل الذي يبيع بكم ويشتري؟ هل يعني ألستم أنتم يعني بعض رفاقكم في السجون الذي أدخلهم المالكي ولحد الآن هم في السجون؟ هذا المالكي الذي بطش فيكم باسم التيار الصدري لحد الآن يوجد معتقلين من الصدريين في السجون عندما اعتقلهم المالكي، ومع ذلك قائدكم يذهب ليتفق مع نور المالكي، وقائدكم هو من دعم نور المالكي لولايتين انتخابيتين، وقائدكم هو من دعم كل الحكومات الفاسدة. يعني حضرتك تصفهم بأنه قائدهم، ولكن يعني ألا ترى بأن الآن أصبح الناس على دراية بأنهم لا يستفيدوا شيئا من هذه المكاسب السياسية التي سوف يحصل عليها مقتدى الصدر؟ صحيح، صحيح. ناس فقراء يريدون يعني الحياة بكرامة، وسيبقون فقراء ولن ينفعهم بشيء، ولكن هم يعني بعض، وأنا أقدر هذا، هناك وازع ديني وهناك تعاطف مع أبوه يعني محمد الصدر، ولذلك هم وفاء لأبيه هم يتبعوه. لكن يعني الشيء الجديد الذي حصل في التيار الصدري أنهم ليسوا جميعا فقط يعني اتباع بدون عقل، هناك الآن كلام يعني هذا من مصادر موثوقة الآن يعني أثناء في داخل التيار الصدري يتحاورون ويقولون ما كسبنا نحن بفتح معركة مثلا مع الولايات المتحدة، ما المصلحة التي تجعلنا نكون مع إيران ضد الولايات المتحدة أو ضد شعبنا. الآن هناك كلام يدور بين التيار الصدري، بل أنت يعني ترى أنه عندما انسحب من أمر أتباعه الانسحاب من ساحات الاعتصام، بعض القيادات رفضت هذا الأمر وخلعت عن نفسها، استمروا في تظاهراتهم، وبعضهم استمروا في التظاهرات باسمه الشخصي وليس باسم التيار الصدري. البعض غير صورة كانت معلقة في عنقه عليها مقتدى الصدر، غيرها فأصبحت العراق، وهذا هو الصحيح. نحن ولا أنا ليس لأشخاص، ولا أنا للعراق. هذا هو الدليل على الوطنية، هذا الدليل على أننا أصحاب عقول ناضجة، لا ننتمي إلى أشخاص إنما ننتمي إلى وطن. هذا هو هي المعيار الوطني الحقيقي يعني الذي يفترض أن يكون. دكتور قحطان، معيار الوطنية يعني هل كشف كثيرا من الوجوه التي كانت تسمي نفسها زعامات في العراق؟ أكيد حقيقة الأمر هذه التظاهرة كشفت الكثير، ثم المواقف المتتالية والمتخبطة وغير الواعية دلت على أن هناك انتماءات أخرى غير المعلنة
ذلك بالإسلام كما معروف أن الله عز وجل وكل أبلح العبد يسأل الله أن يكون خواتم أعماله خيرة وناصعة، لأن خواتم أعمال تدل على حقائق الأمور السابقة. وبالتالي نشكر الله عز وجل أن تتساقط الجهات التي تدعي علاقة بالوطن وعلاقة بالإسلام وعلاقة بكذا كثيرة. هذا رغم أن نحن كعراقيين نتمنى أن لن يحدث أساسه، بفضل لأننا بحاجة إلى كل عراقي وبحاجة إلى جهد، ولكن للأسف الشديد حقا للتحصن ولابد من تشخيصه. أيضا وحتى الجهات الرسمية الآن في الدولة العراقية تدعي أنها حريصة على العراقيين وعلى المتظاهرين، وتدعي أنها تتابع الذي ينول من المتظاهرين، كشفت حقيقة لاحقا وظهرت أنها كاذبة، بدليل أن حتى للعلم حتى الشهيد عندما يعطى له شهادة وفاة لا يثبت له شهيد، هذه كحقيقة يعني في المستشفيات وفيها، بس هذا كله تتكشف الحقائق أمام الآخرين ويظهر حقائق معدن المسؤولين. هذا أيضا فضل من الله عز وجل العراقيين تصفح حقائقهم ويعي الشعب حقائق هؤلاء وانتماءهم. نعم. الانتفاضة من فضل الله أعطت الكثير للعراق وما زالت. نعم، شكرا لك دكتور قحطان. أخيرا أستاذ نادل الكندوري، موقع ميدل إيست آي البريطاني يقول الحكومة استخدمت كل الطرق والوسائل لإفشال ثورة تشرين، محاولة وعد هذه الثورة واقتلاعها من الجذور، لكنها فشلت. إلى أي مدى تتفق مع ما قاله موقع ميدل؟ هذا واقع الحال، وإلا لما شاهدنا المتظاهرين لحد الآن في ساحات الاعتصام، هذا يدلل على أن كل الوسائل التي استخدمها النظام واستخدمتها الميليشيات فشلت، وكان يعني أكبرها وأكثرها عنفا قبل يومين ولحد الآن فشل. هم بيدهم السلاح وبيدهم المال وبيدهم كل مقاليد الأمور، لكنهم فشلوا في مواجهة الثورة السلمية، لأن هناك شيء مهم يفتقدوه، الولاء إلى الوطن، العقيدة التي تجعلهم يعملون لهذا الوطن، وهي المتوفرة في هذه المنتفضين وهؤلاء الشباب. هذا الفارق كبير يجعل موازين القوة ترجح إلى كفة المتظاهرين، وأنا أكاد أجزم بأن المستقبل لهؤلاء المتظاهرين وبأن عراقا جديد سيبنى على أكف هؤلاء الشباب، وسوف يكون بشكل وبصورة غير التي نراها الآن من تخلف وجهل ويعني انهيار اقتصادي. الأمر مختلف، هؤلاء الشباب ربما سيبنون وطنا سيكون فريدا في المنطقة، وهذا ما نتمناه ونصب له. شكرا لك ضيفي في الاستوديو الأستاذ نظير الكندوري الباحث السياسي، ونشكرك شكرا جزيلا. ضيفنا من بغداد عبر الهاتف الدكتور قحطان الخفاجي أستاذ العلوم السياسية، والشكر موصول أيضا للسيد علي عزيز الناشط المدني كان معنا من بغداد عبر الهاتف. في الختام تقبلوا مني أطيب تحية مشاهدينا الكرام، وإلى اللقاء.